ومساء الخير على متابعيني الكرام. وهنبدأ أول تربونة اللي هي السيمبل دي. تمام، من هنا بيبقى فيه كشكشة كده اللي بتبقى من عند الشعر من ورا، من قدام هنا اللي بتبقى عند الجبين. تمام، أول حاجة خالص أنا بعمل بطرون عشان ما تلخبطش. تمام، البطرون ده عبارة عن 60 سنتي. 60 سنتي دول اللي بيبقى فيهم المطة، يبقى 60 سنتي دول اللي بيبقى فيهم المطة. تمام، وهنا بشتغل من اول 32 سنتي لحد 35، من اول 32 سنتي لحد 35. باجي اثنيها على اثنين كده الورقة بالشكل ده. طبعا انا هعمل لكم البطرون على الورقة وبعد كده هننفذ على القماش. تمام، يبقى 60 سنتي لما تنيتهم على اثنين، لما تنيتهم على اتنين اللي فيهم المطة، اللي فيهم المطة اللي هي القماشة بتشد من الناحية دي، بقى 30 سنتي وتلاتين سنتي، بس ايه، متنين على اتنين. تمام، دايما بيبقى هنا هنا كده، ده الجبين، ده الجبين، بس انا المفروض بزود 4 سنتي. انا اوريدي مزوداهم 4 سنتي دول علشان التانية، التانية بتاعت التربونة، التانية اللي بتبقى من قدام كده اللي هي زي حاجة شبه القمر كده، بس ايه، على الراس من فوق. التانية بتبقى بتاعتها كده 4 سنتي. انا اول حاجة زي ما قلت لك هنجيب ورقة عبارة عن 60 سنتي بكام؟ 32 لحد 35 سنتي. ماشي، تمام، بتبقى بالمنظر بتاع كده. بجيب المقص، بسيب اول 15 سنتي، بسيبهم اهم هنا. تمام، بسيب اول 15 سنتي، وباجي بعد كده ايه، بقص كده، بعمل كيرف، بوصل لحد اخر الورقة هنا كده. تمام، امشي كده وارجع اعمل كده. وانزل على مفيش. تمام، اهي بقى الشكل بتاعها اهو، الشكل بتاعها بقى اهو. يبقى انا بجيب ورقة عبارة عن 60 سنتي في 35، من 32 لحد 35، والمطة عندي بتبقى من هنا، المطة عندي بتبقى من هنا، من الحتة اللي هي اللي فيها 60 سنتي. تمام، ماشي. بعد كده باجي بعد 15 لـ20 سنتي، على حسب ما انتي عاوزة. انتي عاوزة شعرك طويل، الكحكة بتاعتك كبيرة، الكحكة بتاعتك مش كبيرة، شوفي انتي عايزة ايه. اول تربونة بنعملها بتطلع معانا، ممكن نضيقها، نوسعها، نصغرها، نكبرها، عايز زي ما انتي عايزة. انا برضو بديها لكم بطريقة مبسطة. وباجي بعد الكام سنتي من هنا بلف كده ايه، زي الشمامة كده من هنا كده، وبنزل على مفيش. تمام، بيبقى عندي البطرون بتاعي جاهز اهو. ماشي كده، بعد كده بجيب القماش وبتنيه على اتنين، نفس التانية بتاعت البطرون بتاع التربونة. تمام، وبقصه زي ما قلت لكم. انا ممكن اشتري نص متر اعمل منه اتنين، نص متر ده من 20 لـ25 جنيه، بطلع منه اتنين، المقابل ان انا ممكن اجي اشتري الواحدة دي مش اقل من 150 200 250. انا اصلا كنت عايزة اشتري واحدة علشان عندي مناسبة بعد العيد، لقيت ان انا هدفعلي 250 300 جنيه في حاجة ما تتكلفش معايا من 20 لـ25 جنيه، وممكن اعمل اتنين كمان مش واحدة بس. باجي بعد كده بحط البطرون كده زي ما قلتلكوا وبقص. تمام، اللي مش متمكنة من البطرون يتزحلق منها يمين او شمال، بنجيب الدبابيس كده، بحط الدبوس كده اهو، حط واحد هنا واحد هنا. تمام، واحد هنا.
ماشي، اجيب المقص بقى واروح ماشيه ايه، بسيب دي برضو لحد هنا، لحد هنا ما بجيش جنبها خالص. تمام، بعد كده بنزل ببدأ اقص من اول هنا. تمام، برضو هنا من اول هنا. على فكرة مش شرط يكون عندك مكنة، احنا هنعملها على ايدينا سوا بالخيط والابرة. طبعا انا عندي مكنة، بس انا قصدت ان انا ما اعملهاش بالمكنة علشان اللي ما عندهاش مكنة، واللي حابة تعملها على ايديها وبعد كده ممكن تسرفلها عند اي حد بتاع سرفلة، ما فيهاش اي مشكلة، بتبقى زي اللي بره بالظبط. اصلا بره بيقصوا ويسرفلوا، احنا مرحلة الخياطة دي حاجة زيادة من عندنا، بتبقى حاجة احسن وانضف وامتن، تبقى الحاجة متينة اكتر. يلا بينا بقى نحضر الخيط والابرة. دلوقتي انا حضرت الخيط والابرة اهو. اول حاجة هعملها هاخدها افتحها كده واخليها على ظهرها. تمام، بخليها على الظهر لان طبعا الخياطة ما بتبقاش على الوش. امسك كده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عشان هخيط على المكنة فهختصر الخياطة بالغرزة الواسعة، ماشي. منها بوريكم الدنيا هتبقى ماشية ازاي، ومنها ان انا ايه اختصر في الوقت. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بدأنا من الحتة اللي تحت، لان اللي فوق عندنا 15-20 سنتي مقفولين، احنا بنبدأ من تحت. من تحت دي اللي هي بتبقى على ايه، على رقبتك من ورا، مش عايزة اقول على قفاكي من ورا عشان ايه الانتقادات والتنمر والناس اللي بتقعد لي على الواحدة. والله يا جماعة الدنيا مش مستاهلة اصلا يعني، بس يلا ما علينا، مش ايه، مش موضوعنا. اهو بحاول طبعا مخيطش على الحرف خالص، بسيب سنتي كده ولا حاجة عشان لو هسرفل او هخيط او ايا كان هعمل ايه. انا بحبها بقى ايه متكشكشة من هنا، الحتة دي تبقى مكشكشة، ومن الحتة دي من فوق بس اللي بتبقى هي الحتة المتساوية دي. الكشكشة دي بقى بتعمل ايه حضرتك لما تبقى الكحكة بتاعتك كبيرة، او عايزة تنفشي شعرك من ورا بأي حاجة بالتوك اللي بتنفش الشعر، فهي بتاخد شكل ايه، شكل الشعر او اللي هو شكل الكحكة يعني اللي انت عاملاها في شعرك، وايه وبتنفش معاكي. الناس كمان اللي شعرهم طويل، وفي ناس شعرهم ما بيبقاش طويل وبيحطوا توك كتير قوي قوي علشان تهيش شعرهم وتظبط. عارفة ممكن واحدة تقول عليا رغاية، بس انا كده كده الوقت ده انا معاكم فيه، فبفيدكم برضو بمعلومات. تمام، انا عن نفسي ساعات بسمع من واحدة بتقعد تشرح بقول عليها رغاية، بس والله صدقوني اللي في الموضوع بره غير الموضوع جوه. يعني انا ممكن اسمع واحده بتتكلم زي كده اقول ايه ده، دي رغايه، واجي انا اعمل انا نفسي برغي. فما تحكموش على الناس وانتوا بره الموضوع، واتحداكم ان اي واحده فيكم هتيجي تشرح زي كده هتقعد تستخدم هوايتها في الرغي. تمام اهي، خلاص كده احنا ايه فنيها كده. تمام، ده شكلها دلوقتي كده اهو، بقت عامله كده. بقول لكم كل ده عشان الشعر طبعا لما بتيجي تتلبس بتبقى مظبوطه ومية مية. تمام، بعد كده هنيجي على 4 سنتي اللي قدام دول اللي انا هاخدهم كده،
تمام، بس اجي احط الخياطة على الخياطة هنا، يعني الوش اهو مع الظهر، الخياطة على الخياطة كده دي، وابدأ برضو امسكها. طبعا انا هعملها غرزة واسعة علشان انا زي ما قلتلكو انا ايه هكمل شغلي على المكنة، بس انا برضو حابة ان انا ايه اعمل اللي على المكنة واللي مش على المكنة. بعملها لقط كده، كل ده هيتفك تاني. بصوا اللي عايز يشتغل بيبدأ حتى لو بأقل الإمكانيات، تمام؟ يعني لو ما عندكيش مقص بتاع القص ايه المشكلة؟ والله لما بروح مكان عايز اقص اي حاجة، لو مقص السمك حتى مقص المطبخ، اللي عايز يبدأ حاجة وعنده عزيمة وإصرار بيبدأ وبيعمل كل حاجة. طبعا انا عشان حافظ المقاسات الاربعة سنتي بظبطه، ممكن بقى اي واحدة فيكم تعلم الاربعة سنتي دول برضو بدبابيس داير ما يدور. تمام اهي كده، انا باخد على الواسع زي ما قلت لكم علشان انا هرجع اخيط على المكنة تاني. هعمل لكم واحدة تانية برضو على المكنة للي عندهم مكنة، تمام اهي 4 سنتي، 4 سنتي اهو. طبعا اللي ما عندهاش مكنة تعمل على الضيق خالص وبنفس لون البندانة. انا بعمل بالابيض عشان اعرف اشيله لان انا هشيله، تمام؟ لكن اللي ما عندهاش بقى مكنة ما تعملش زي كده، تعمل بنفس اللون، تمام؟ اهو جينا عند الاخر، عايزاها ايه واخده راحتها عشان اما اسهلكوا اوريهالكوا. تمام بس كده، وادي البندانة وهي متسرجة اهو، حتى الخيط ما شلتهوش اهو. تمام طبعا دي مبدئيا اول واحدة انا بعملها لكم، ان شاء الله هعمل لكم اشكال تانية كتير واحلى من كده بكتير، بس احنا هنبدأها واحدة واحدة. ثواني بقى كده، الناحية دي بقى اللي بتحب تلبسها تبقى عاملة زي السبعة كده او التمانية بمعنى اصح، وتبقى مكشكشة من هنا، تمام؟ حبيتي تكشكشيها اكتر بتشدي الخيط اكتر، بتشدي الخيط ايه؟ بتشدي الخيط ده، بتشدي منه كده اكتر وانتي بتخيطي. انا بوريكو ايه يعني ممكن تشدي كده مشدود كده اكتر، زي ما انتي بقى ايه عاوزة بتعملي، تمام؟ انا بالنسبة لي المقاس ده تمام، اللي حابة تلبسها 8 كده من فوق مفيش مشكلة، عايزة تلفيها كده برضو مفيش مشكلة. واوعدكم هنزل لكم حاجات حلوة كتير وقماشات والوان كتير، وان شاء الله بإذن الله تكونوا مبسوطين معايا. حابب بقى تعليقاتكم وتقولوا لي ايه رأيكم.